الكابتن احمد حمدان المصير مدرب بالاتحاد المصري وسط ونفوق محافظه اسيوط ورئيس لجنه مسابقات منطقه اسيوط وسط ونفوق. احنا اللعبه في اسيوط هنا بدات تنتشر اكتر من الاول، تمام، خاصه في البراعم والصغيرين المواهب والكلام ده، لان كله عايز دلوقتي ان ابنه يبقى رياضي، تمام، عايز ابنه يبقى بطل. بدا تشجيع من المنطقه، الاول ما كانش فيه ميزانيات كتيره طبعا للمنطقه والكلام ده، فما كانش بيبقى فيه تاهيل جامد جدا للابطال اللي بتطلع مثلا من المنطقه تصعد جمهوريات، لكن الحمد لله في ناس كتيره بدات تصعد معانا جمهوريات، معانا ابطال في المواهب من 6 سنين لحد 11 سنه. شيماء حسن عبد محمد، محافظه اسيوط، كليه طب اسنان جامعه اسيوط. كانت بدايتي وانا بلعب كاراتيه الاول، كنت في ابتدائي لغايه لما حصلت على الحزام الاسود. بعد كده بدات اشوف في تمرين كونوفو شدني التمرين، قلت فحبيت ان انا اجربه. في التمرين بتاعهم قتالي كده عشان اعرف ان انا ادافع عن نفسي، مثلا اتعرضت لاي موقف بره، اي مضايقات، اعرف ان انا ادافع عن نفسي. اول ما بدات اللعبه دي بدات في 2017، اول بطوله احصل عليها كانت بطوله مصر الجمهوريه، جبت اول مره كنت اعرف على البساط، جبت فيها مركز اول الحمد لله، طلعت لعبه اللي قدام قضيه والثاني عند التكاس. بعد كده حبيت اللعبه وتعلقت بيها من ناحيه البطولات ومن ناحيه كل حاجه. حبيت اكون في اول، واهلي هم اللي شجعوني ان انا ادخل اللعبه دي. انا ما كنتش حباها الاول، بس بعد كده حبيتها لما اهلي قالوا لي عن اللعبه دي، وهم اللي شجعوني ماما اكتر. حققت ايه فيها اللعبه دي؟ ان انا كنت عايزه اطلع بطولات، وكانت الفرح ما كانش فيها. حققت فيها ان انا طلعت بطولات كتيره، وبقى معايا ميداليات وشهادات. فزتي بمراكز ايه؟ يعني المحافظه والزيرون. اول محافظه؟ العب رجلين. لا، اول اللي بطوله كانت في الجمهوريه. اخدت اول الجمهوريه؟ وبعدين لعبت المحافظه ولعبت في الدايرون والمدينه.